Thank you.
اثنين هيدروجين هو هنا ده الكاتيوتر سايد، فبقى عندي اربعه هيدروجين تمام كده واثنين اوكسجين، دول هيكونوا لي تو مولكيولز اوف ووتر. يبقى انا حضرت حاجه كانت توكسيك للسيل، ده حاجه ده توكسيك. مين اللي عمل كده؟ الفيوز جلوتاثيون خلاص؟ بس الفيوز جلوتاثيون عشان بجد كده محتاج انسان اسمه جلوتاثيون تروكسيدين، اللي محتاج سيين كفو انسان خلاص؟ خدت التو هيدروجين والفيوز جلوتاثيون فهيتحول انتو اوكسيدايز جلوتاثيون تمام كده؟ ما دام تحول الاوكسيدايز هو كل فايدته وهو ريديوس، يبقى لازم ارجع الاوكسيدايز كود ده اعمل له ريدكشن تاني عشان انا عاوز اعمل الحكايه دي اقدر اتصرف فيها خلاص؟ فالاوكسيدايز جلوتاثيون ده اهو على كارت هايدروجين هجيبه من عند مين بقى؟ من الناس تي اتش بالانزيم اسمه جلوتاثيون ريدكتيز، محتاج فات از فور انزيم هياخد الاثنين هايدروجين من النات بي اتش ويرجع يبقى هو تاني الفيوز، والنات بي اتش يقلل الاربعينات دي كلها في النعم. مفيش حاجه اسمها ما خدناش حاجه في الحته الثانيه. الانزيم بيشتغل كده. انزيم البروكسيديز بيشتغل كده، باخد الهيدروجين من ريديوسنج ايجنت يديها هيدروجين بروكسايد وتحول لميه. ده بالظبط. كيف انا هاخد الرقم ايه؟ بقى ما ينفعش فين الانزيم اللي بيعمل كده؟ عايزه الاثنين، انا عايزه الاثنين تاني عشان يخش الاكشن في باك واي، وعايزه الكود ما يقدرش يرجع للسيستم تاني عشان الاثنين خلاص. يبقى ده اول انترفيس مهم بالنسبه لنا اللي هو التفيون انترفيس، علشان ارجع الاوكسيدايز التفيون للريديوس استعملت ايه؟ استعملت ايه الريديوس التفيون ده؟ بان انا احاول الهيدروجين اوكسايد انتو وقلت عشان ما يعمليش دامج للسم البرين او الفوسفوليتس او الدي ان ايه او البروتينز اللي موجودين عندي جوه السم خلاص. ايه تاني الانترفيسز الثانيه المهم جدا بالنسبه لك انك في اتش حاجه اسمها الانترفيسز اللي بتستعملها في فاتي اسيدز، ماده صنع فاتي اسيدز يبقى لازم محتاجه تاخد الهيدروجين من النات بي اتش خلاص، هتاخده بعد كده لما تاخد الفاتي اسيدز. في حاجه اسمها انزيم اسمه اتش ام جي كو اي انترفيس، ده مهم عشان الكوليسترول سنتز، وده بيبين لنا ايه؟ بيحصل الاتش ام بي في التستس وفي البونات وفي الادينا كورتكس. لان ده الكوليسترول كله هيتحول بعد كده للستيرويد هرمونز، يبقى انا محتاج ان في اتش في الاماكن دي عشان يبقى فوق انزيم ده ريدكتيزم، واحد منهم اتش ام جي كو اي ريدكتيزم هيصنع لي الكوليسترول اللي هصنع من الكوليسترول كل الستيرويد هرمونز اللي عندي. خلاص؟ مهم عشان قلنا الفلاتلا مهم. الفلاتلا مهم في انزيم اسمه ريتينال ريدكتيز. هتاخدوه برضه لما تاخدوه فيتامينز ولا لما تاخدوه سوائل؟ هتاخدوه ازاي؟ الفيتامينز اللي تلاقيه ده مهم عشان الديشن. بعد كده احنا لقيناه في لبن. يعني الاتش ام بي باكوي اللي موجوده في اماكن محدده بوظيفه معينه. خلاص؟ الدعاية هايدروفونيت ريدكتيز ده مهم عشان فورميشن اوف دي ان ايه هتاخدوه بعد كده. واحد من الانزيمز اللي بنستخدمها في التصنيع الدي ان ايه. ريدكتيز لو ريدكتيز الريدكتيز اللي بستعملها بتاعتي اسيسنتسس، الريدكتيز اللي هو استعمله في الكوليسترول سنتسس، عشان الاثنين الريدكتيز مهم عشان الفيجن اللي هو فيتامين اي، مهم عشان فيتامين اي والفيجن. في حاجه اسمها باي هايدروفونيك ريدكتيز مهم علشان الكروتوسلفات عشان الدي ان اي كونفيشن خلاص. طيب دول ريدكتيز. في انزيمز ثانيه بتحتاج لها بي اتش اسمهم هايدروكسي بيزز. هايدروكسي بيزز يعني هعمل ايه؟ هدخل هيدروكسي يعني مش هكون هيدروكسيل جروب كومباوند مش هيدروكسيل جروب، انا هبدا فيه هيدروكسيل جروب ازاي؟ لو انا عندي ده الكومباوند بتاعي وفي اتش جروب كده موجود في الكومباوند، يعني اي كومباوند خلاص، وفي اتش جروب هيدروكسيل جروب يعني هيدروكسيل اتش جروب يعني خلاص. لو انا عايز ادخل هيدروكسيل بقى جروب اخليها يبقى انا محتاج ادخل اكسجين، ده انا ناقصني عشان الهيدروكسيل يتحول لهيدروكسيل يبقى انا ادخل اكسجين. هدخل اكسجين ده ازاي؟ ان انا ادخل اكسجين يبقى عندي اكسجين ويبقى عندي النايت بي اتش وعندي الهيدروكسيليز الانزيم. الهيدروكسيليز ده هيعمل ايه؟ هياخد الاثنين هيدروجين دول تمام؟ وياخد واحده من الاكسجين ويطلع ووتر. والاكسجين اللي فاضله تتضغط بالهيدروجين عشان تديني هيدروكسيل، يبقى دي وظيفه الهيدروكسيليز انها هتحتاج نايت بي اتش، هعمل ايه نايت بي اتش؟ هاخد اثنين هيدروجين بتوع واخد
containing compounds اللي هو السيتوكروم خلاص. فيبقى ايه بقى ده بي اتش محتاجينه عشان الهيدروكسيليز دي كمان محتاجين الريتابيزز محتاجين الهيدروكسيليز خلاص. في بقى ثاني واحد كده اسمه ناد ركز في ده بقى عشان ده مهم شويه ناد بي اتش اوكسيديز ناد بي اتش اوكسيديز ناد بي اتش اوكسيديز ده موجود في السيل ميمبرين بتاع الفاجوسيتيك سيلز موجود فين؟ في السيل ميمبرين او الفاجوسيتيك سيلز. الفاجوسيتيك سيلز اشهر من الماكروفيجز طبعا في انواع كتيره ثانيه بس بالنسبه لكم او احنا فاكرين منها الماكروفيجز خلاص. وبيبقى بيصنع لي حاجه اسمها سوبر اوكسايد انان ما اعرفش بقى ولا لا هنقول دلوقتي. بدات في اتش اوكسيد موجود فين؟ في السيل برين اه بكتيريا يعني الفاجوسيتيك سيلز خلاص. فده كده زي الفاجوسيتيك سيلز يبقى له علاقه بايه؟ الفاجوسيت اللي هي هيجي لي فورين يعني كومباوند من بره وانا عايزه اتخلص منه بكتيريا بقى اي حاجه يعملوا فانكشن فده هيبقى مهم عشان اتخلص من اي بكتيريا داخليه او اي ايا كان الحاجه المكروب اللي داخل عندي خلاص. نرجع نفهم بقى يعني ايه الناس دي اتش ده بيعمل حاجه اسمها سوبر اوكسايد. طب سوبر ما فيش حاجه عندنا مش كده؟ ايوه الاكسجين اتوم الاكسجين اتوم فيه 8 الكترونز 6 في الاوتر شيل الكلام بتاع كده بتاع زمان وكام واثنين جوه ده الاكسجين اتوم الواحد خلاص كده؟ طيب لو انا عندي اكسجين مولكيول اكسجين مولكيول هعمل ايه؟ هتو اكل تعرفهم بعض ويحصل شيرنج باثنين من السته اللي موجودين بره، يعني انا عندي هنا بره سته مش كده؟ لما انا هكون الاكسجين مولكيول هيبقوا تو اكلز قريبين مني واثنين من الشال الاخرانيه اللي بره هنا واثنين من التانيين هيحصلوا شيرنج هيطلع لي الاكسجين مولكيول. واضح حد كده؟ طيب يعني ايه بقى سوبر اوكسايد؟ كلمه سوبر اوكسايد انا عايز اقول لك حاجه اسمها رياكتيف اوكسجين سبيشيز او الرص لو كنت سمعت عليه في الفسيولوجي او مش حاجه كده ان لما يكون عندي اتوم يشيل اسنجل الكترون زياده يعني هو الغرفه اللي بره كامله خلاص جات من اي حته الكترون زياده نسميها سنجل واحده واحده بس السنجل دي بتحول الكومباوند ده لانستيبل كومباوند وفي معظم الاحيان بيبقى توكسيك للسيل خلاص. يعني المفروض في الاوتر شان عندي ما يبقاش فيه غير رفع اللي في كل واحده وضربهم الاثنين التانيين اللي عاملين شير. لو فجاه جاله الكترون من اي مكان اخر وانضم للاوتر شان ده هيتحول لحاجه توكسيك ممكن تعمل لي بنسميها رياكتيف اوكسجين سبيشيز او رص بالاختصار هتحطه في التفصيل السريع دي برضو يقدر يعمل دامج للسيل زي الهيدروجين بروكسايد. سوبر هيدروجين بروكسايد ده ممكن يعمل دامج للسيل للريد والفوسفوليبيدز والدي ان ايه نفس الحكايه. السوبر اوكسايد ده لو انا عندي اوكسجين اتوم وضفناها اوكسجين مولكيول صار وضفنا لها واحد الكترون زياده هتحول لحاجه اسمها سوبر اوكسايد انايون. فاهم كده؟ سوبر اوكسايد انايون ده هيعمل ايه؟ هيبوظ الفوسفوليبيدز اللي في السيل ميمبرين في الميمبرين يحصل له دامج ممكن يبوظ البروتينز اللي موجوده ممكن يبوظ النيوكليوس السيل ميمبرين ممكن يبوظ الدي ان ايه. واضح كده؟ ده تاني السوبر اوكسايد انايون ده عباره عن ايه؟ اوكسجين اتوم اضاف له الكترون زياده هنشوف ده منين من اي حته ما يهمنيش لكن جاله الكترون زياده في الاوتر اوربت بتاع اثنين اكسجين مع بعض اكسجين فساعتها هتشوفوا بالشكل ده سيبكم من الباقيين خليها تشوفوا اي حاجه ساعات امبير الكترون يعني الكترون جاي لوحده كده مش اثنين. لو جاي اثنين كانت المشكله تبقى اسهل شويه لكن كل واحد يجي في الاوتر اوربت يبتدي ايه الاكسجين يبتدي يحصل يعني ديستربنس جامد في انستيبل خلاص. ده السوبر اوكسيد انايون اهو هاجي في الاوتر اوربت بتاعي في كربون 6 تمام كده؟ اثنين عاملين شيرنج هنا واثنين عاملين شيرنج هنا مش فارق اوكسجين عادي فجأة جاله الاكسجين بره خلاص؟ ده ساعتها سوبر اوكسايد انايون. مين اللي بيعمل بقى المشكلة دي؟ الانزيم اللي اسمه ناد بي اتش اوكسيديز. الناد بي اتش اوكسيديز ده هيضيف الكترون للاكسجين مولكيول اللي عندي يحوله لسوبر اوكسايد انايون. بس مش عشان ادمر السيل بتاعتي عشان ادمر السيل بتاعت البكتيريا البكتيريا داخله الماكروفيج الشايله الناد بي اتش اوكسيديز ده في السيل ميمبرين بتاعها ورايحه ناحيتها عشان تعملها فاجوسايتوزس. لو هي دخلتها جوه السيل ما عملتش فيها حاجه ما عارفه ازاي لكن هي عايزه تدخلها جوه السيل عشان تموتها هتموتها ازاي هنشوف دلوقتي خلاص. واضح كده؟ طيب ده الرياكشن بتاعها
بيشوف على طول، لكن الناس في قش قلنا بيبقى شكله ايه؟ الرينج بتاعته الرينج كده بتبقى شويه بوزيتيف، شعرش بيتقص، عشان كده كانت بتكتب العلاج كده بوزيتيف، صح كده؟ لما قلنا تنزيل التو هايدروجين عشان يشيل التو هايدروجين كنا بنطلبهم ازاي؟ عندنا كده وهايدروجين عادي، هايدروجين اتشال على رينج عاديه عشان كده بنقول ان هي اتش، مش كده؟ بلس بروتون. الالكترون بقى فيه الالكترون ناقص اللي هو ده، مش كده؟ كنا بنقول انه بيطلع هنا على الجزء الشارج دي، فخلاص كده البروتون بتاعي بقى ساتوريتد مليان خلاص كده، خلاص؟ طب بقى انا عايز اشيل بقى الاثنين الكترون فوق، انا عايز اشيل اثنين الكترون من النهايه في اتش اللي عندي، خلاص؟ يبقى خدت الكترون منين؟ اللي انا لسه حاطاه، مش كده؟ والهيدروجين ده هيتحول بدل ما هو هيدروجين عادي يتحول انتو بروتون اند الكترون، تاني مش النهايه اتش ده شايل هيدروجين كامله ومعاه الكترون وفي بروتون جنبه، صح كده؟ الالكترون اللي موجود ده خلاص انا لما هيتشال الهيدروجين منه هيبقى لك بي خلاص بوزيتيف، يبقى في الكترون سايب واحد كده، بدل ما يرجع لي هيدروجين ثاني هياخد الالكترون ده وهيضاف لي مين؟ للاكسجين. طب انا عايزه دلوقتي عندي كام اكسجين مولكيول؟ اثنين، فانا عايزه الكترون ثاني هاخده منين؟ من الهيدروجين اتوم اللي كان كامل وشايل ده الاتش، هيتقسم انتو بروتون ثاني والكترون ثاني، هاخد الالكترون ده ادي لي الاكسجين المولكيول الثانيه، فيبقى عندي اثنين دلوقتي اكسجين مولكيولز كل واحد فيهم خد الكترون كده، كل واحد فيهم في الكترون زياده دلوقتي، والناد دي اتش تحول لناد دي، وفاضل عندي ايه بقى؟ اثنين بروتونز كده اللي هو ده، سوري اللي هو ده وده ثاني، الاكسجين اللي عندي حضرتك بتقولي ده عايز اثنين الكترون، خلاص انا عندي اثنين اكسجين او اكسجين مولكيول سوري، خلاص الناد دي اتش اوكسيديز هيعمل ايه؟ هيشيل الالكترونز من الناد دي اتش اللي عندي ويديها للاكسجين، انا عشان دول اثنين اكسجين مولكيولز يبقى احتاج اثنين الكترونز، هناك بي اتش شايل هيدروجين على هيئه هيدروجين مولكيول كامله والكترون معاها وبروتون جنبها، مش كده؟ طيب انا دلوقتي هشيل الهيدروجين ده بدل ما هيطلع على هيئه اثنين هيدروجين كاملين زي ما كان الاكشن باي اكشن بيحصل، لا انا عايز اجيب الاكسجين ده متقسم بقى، مش عايز اديه هيدروجين كامل، الالكترون اللي كان لوحده هيروح دايركت يمسك مين؟ واحده من الاكسجين اتومز، الاوبشن الاول الثاني محتاج الكترون كمان، هجيبه منين؟ الهيدروجين اللي كان كامل ده هيتقسم انتو بروتون عند الكترون، الالكترون الثاني مسك الاوبشن، يبقى دلوقتي عندي فاضل عندي اثنين بروتونز زيين كده، واضح؟ طيب يبقى ادي الناتج اتش اوكسيديز ده اللي يعني بياخد اثنين، ياخد اثنين الكترونز من الناتج اتش اللي هنا ويطلع هنا ناتج بي ومعاه اثنين بروتونز وانتو الكترونز مسكوا في مين؟ في الاكسجين بتاعي، فتلاقي اثنين مولكيولز اوف سوبر اوكسايد انا بما ان السوبر اوكسايد انا عايز ده فيري فيري توكسيك يعني خطر جدا حتى على الماكروفيج نفسها، خلاص الاول بيتكون الماكروفيج هتحوله لحاجه ناس توكسيك بس برضه تقدر تموت لي البكتيريا، لان نفس السوبر اوكسايد ده هيبقى مضر لايه؟ للماكروفيج، فلازم ينقل بسرعه من السوبر اوكسايد يحوله لحاجه ثانيه، والحاجه الثانيه دي برضه هتموت البكتيريا بس حاجه اخف ما تعوضيش السل بتاع الماكروفيج، تمام كده؟ هيحصل ايه بقى؟ المثال اللي سمعت عليها قبل كده السوبر اوكسايد اس ميوتيز، السوبر اوكسايد اس ميوتيز ده بيعمل ايه؟ هياخد الاثنين بروتونز اللي ضرب، شو الاثنين بروتونز اللي كانوا موجودين عندي؟ او الاثنين بروتونز من اي حته، ما يهمنيش، بروتونز موجوده في السل زي ما سمعت في السبايك تشين وموجودين في السيتوزول كده، خلاص؟ ما حدش مش لازم الاثنين بروتونز اللي طلعوا من الناس هم دول، مش عايز اسمع السؤال ده، هم دول اللي طلعوا ما اعرفش، هم غيرهم ما اعرفش، ما مشيتش وراهم، خلاص؟ دي بروتون هيجيبوا ده ايه؟ طلع عندك اسئله، خلاص؟ ما هي دي المشكله، انت ممكن تفكر كله وتنجم منين؟ هي دي بروتون دول تقوم من اي حته في الدنيا، هعمل ايه بقى؟ عايز اكون السوبر اوكسايد ده هيدروجين بيروكسايد اللي احنا قلنا ان هو توكسيك صحيح بس اقل من السوبر اوكسايد انايون، خلاص؟ عشان اكون هيدروجين بيروكسيد عايزه اثنين هيدروجين كاملين وواحد اكسجين مولكيول، مش كده؟ طيب هعمل ايه؟ عايزه اركب اثنين هيدروجين كاملين هعمل ايه؟ ادي عندي الاثنين بروتونز اهو، هاخد الاثنين الالكترونز اللي كانوا موجودين في السوبر
صح كده؟ طيب الاكسجين بقى ده تأكيد مولكيولز اكسجين ثنائي ما فيهوش اي مشكله، واحد منهم هيطلع كهيئة اكسجين والتاني هنضمه ال H2 عشان يطلع لي الهيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد ده توكسيك بس اقل حته جدا من السوبر اوكسيد. ليه حاولت ده لان السوبر انا لو كان فضل كان هيموت الماكروفيج مع السيل مع البكتيريا اللي ده، انا مش عايزه اضر مين؟ السيل. لكن عشان اوصل لمرحله الهيدروجين بيروكسيد لازم اضر غصب عني لمين؟ سوبر الانزيم الموجود عندي اللي هو نادي اتش اوكسيديز، ماليش حل. خلاص؟ وصلت للهيدروجين بيروكسيد برضو عايزه اخليه حاجه معقوله ما تقوليش السيل، لكن في نفس الوقت تموت برضو البكتيريا. فالهيدروجين بيروكسيد ده بينزل اسمه مايلو بيروكسيديز. هيعمل ايه؟ مايلو بيروكسيديز ده هياخد اتش سي ال خلاص موجود جوه الماكروفيج موجود في اتش سي ال، ده موجود اتش سي ال في الصمت عشان محدش يجيب لي منين جوه الماكروفيج في ايه؟ ادي الاتش سي ال في الصمت سيلز بانكروسيفيشن بعد الماكروفيج بتاع اتش سي ال. كل الاجابات كده على طول عشان ايه ما نرجعش نسالها تاني. خلاص؟ دي فكرة عامة للحاجة اللي هنقولها دلوقتي، خلاص؟
افيشنت او الاكل بتاعته قليل هتلاقوا كتير قوي لما تروحوا الاطفال ضروريش هتلاقوا كتير قوي عندهم الميكروبيتاميزم ده بس الناس ما تكتشفوش بدري الناس تكتشفوا وهو صغير ده بيجي جدا اكل الفول الفول العادي بتاعنا من دي اوكسيدايزنج ايجنتس في حاجه اسمها جلوسين بتعمل اوكسيديشن بتزود الاوكسيديشن ريت جوه السيل خلاص فلما بيحصل زياده الاوكسيديشن يبقى الهيدروجين اوكسيد هيكون بكميات اكبر من العادي مش لازم ياكل فول لو خد اي حاجه تعمل تزود الاوكسيديشن جوه السيل زي دي ادويه اللي هي السلفونامايدز اللي هي نوع من انواع الانتيبيوتكس اللي هو دواء بتاع الملاريا حاجه اسمها بريفاكوين كل الحاجات دي لما الواحد ياخدها العيان ياخدها يزيد ريت اوف اوكسيديشن جوه السيل فيزيد البرودكشن اوف هيدروجين بيروكسيد طب انا سليمه ما فيهاش حاجه كنت عيانه والدكتور كتب لي سلفونامايدز نوع من انواع الانتيبيوتكس خلاص ايه المشكله هيدروجين بيروكسيد زاد الاكشن في سايكل ماشيه عالي جدا ان في اكشن طالعه يعمل ريدكشن دايت اللي يكون بلوس في كذا يوم الدنيا ماشيه حلوه تمام طب اذا انا خدت الدواء ده بقى وما عنديش الجلوكوز في الفوسفيت هيدروجينيز ايه اللي هيحصل؟ مفيش اتش ام بي فاكوين مفيش زاد بي اتش يبقى الفيوز بلوس في اللي بيحاول يوكسيدايز اول ما يحاول هيدروجين بيروكسيد مش هيعرف يرجع يبقى الهيدروجين بيروكسيد عمال يزيد 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 لغايه ما يعمل ايه السيل مبرين؟ يرجع مش هيحصل له؟ يبقى العيال ده لما يجي لك في العياده مش هيجي لك باي حاجه خالص خالص غير انه ياكل اتعشى مثلا كان فول او حاجه او خد دواء سلفونامايدز او انتيبيوتكس او دواء بتاع الملاريا او سايسيليز اي حاجه خلاص وبعد ما خدها بشويه التدوش يبقى تاني جدا 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 وقامت طول فجاه ليه؟ لانه حصل لك بلاسات حصل لها ديمورس لما جات بلاسات حصل لها ديمورس كان واحد بينزل مش لبره بينزل فين؟ جوه مش لازم النط يطلع بره عشان الناس بلاسات يعني نط اخد الريد بلاد سيلز عليا تزيد خارجي كون ان الريد بلاد سيلز اتكسرت جوه جسمي دي كاننا زفت بالظبط خلاص لان مش هيبقى فيه ريد بلاد سيلز كفايه تشيل اكسجين من رايح لكل حته فالاكسجين رايح لفين هاي اللي بتبتدي يغمى عليه في الارض فده ده الحاجه يعني تيجي بحد يغمى عليك وتاني بني تاني تلاقي وشه ابيض جدا ممكن تلاقيه تمشي صفار لان بيحصل نيمورسس كتير بيحصل سيت جونز خلاص كان هدف فعلا مثلا فوق ده طبعا بيحصل في الاوائل يعني لما بيكتشف ان عنده بعد كده بيبقى عارف طبعا او خد دواء وحصل له الحكايه دي خلاص يبقى اذا لازم انستيوت ديفيشنت لازم يبقى لازم انستيوت ديفيشنسي اه بيكون 6 فوسفيت دي هيدروجينيز وقلنا لما يكون في كلمه ديفيشنسي مش معناها ان هو ايه مش موجود يعني موجود والاكتيفيتي قلت يا كميته قلت لكن لو هو ديفيشن خالص دي مش ماشي فخلاص يبقى مفيش جلوكوز فيك هيدروجينيز يبقى ريد بلاد سيلز مش هتقدر تحمي نفسها من هيدروجين بروكسايد اللي طالع بكميات كبيره فيبتدي يحصل هيموليسيس عشان مفيش كل ده عشان مفيش مين؟ بات في اتش خلاص؟ يبقى لو كان بتابع بينز اهي قول يعني تحت ان في حاجه اسمها دايفيزين ده برضه اوكسيدايزنج ايجنت عشان كده مش معنى تقول يعني اي حاجه مش لازم نقول اي حاجه فيها اوكسيدايزنج ايجنت ممكن تعمل زي البريفاكوين اللي هو دواء الملاريا الاسبرين اللي هو الاسبرين العادي بتاعنا دي هو صغير ما بقتش سنه ممكن تكون اسبرين عادي ده كومن جدا والسلفونامايدز خلاص المفروض بقى تعمل ايه بقى لما يكون هناك حاجه زي دي لو هي سيفير هيمولسس تديله بلاد ترانسفيوجن تديله بلاد ترانسفيوجن لما يكون كده بصحصح بقى ويبقى كويس وكل حاجه يقول له ايه؟ ما ياكلش فول ما ياخدش يعني تكتبه بقى لسه الادويه اللي معروفه انها فيها اوكسيدايزنج اكشن يبقى ماشي ليها يعني لما يسخن ورايح للدكتور فالدكتور اوتوماتيك يروح كاتب له سلفونامايدز واسمن عادي جدا لا بص انا بقول له ايه ده عنده بابسن ما ياخدش الكلام ده يا بدل ما اكتب لها اسمن يكتب لها فرامون بدل ما اكتب لها سلفونامايدز يكتب لها اوزايتين يعني هو لازم يتصرف لازم اقول يعني ما استنصحش وما اقولش لازم اقول ان هو ده عنده كذا كذا من نوع من الادويه الفلانيه خلاص؟ عشان كده دي ما بتكتشفش بدري. للطفل الصغير ممكن تكتشف بدري لو هو خد اسبرين والاسبرين ما بتاخدش في الصغير. خلاص؟ لكن اكتشف بدري سن يعني بعد شويه تبتدي بقى ياكل اكل هنا ويبتدي ياكل فول او يبتدي ياكل ساعه بطاطس قويه او الحاجات دي. خلاص؟ ممكن لو واحد الطفل صغير يكون سنه في اسرته وسط ما يديله وهو ما تعرفش حل يعني بس دايما تكتشف اكتر انت لما يبتدي ياكل يعني مثلا سنتين ثلاثه كده تكتشف الحكايه. تمام كده؟ واضح؟ زي ما قلنا السيمبتومز بتاعت الديفيشنسي هتعتمد
الكرونيك جرانيولوماتوسيس ده الجزء الثاني ده له علاقه بالنات تي اتش اوكسيديز. النات تي اتش اوكسيديز احنا اتفقنا شغلته كلها المهم عشان كده سايتوسيس. خلاص خدت الهيستولوجي او خلاص بقى خلاص سنتين. اللي لما بيخش حاجه بره بيحصل ايه؟ جرانيولوما فورميشن. ما في جرانيولوما يعني ايه؟ مش جرانيولوما يعني تجمع للسيلز يعني ما يخش لي بكتيريا من بره كده جوه السل السل اهي وقاعد تاخد فيه الشعر وقاعد بكتيريا النخله اللي هنا كده في بكتيريا النخله خلاص؟ خلاص؟ يونيك اسيد باث واي ده
برضو بس فين بس في الليبر خلاص؟ يقول ان الاتش ار بي كان لها اماكن سيتوزول بس اماكن محدده. اليونيك اسيد باثواي موجوده في السيتوزول بس في الليبر فقط. دي وظيفه اليونيك اسيد باثواي دي ان انا احول الجلوكوز انتو سكرونيك اسيد خلاص؟ وفي الطقوس تتحول الكيتوزز يعني مش عارف ازاي. لكن هو اساسا بيقولوا يحولوا لي انتو سكرونيك اسيد. سكرونيك اسيد احنا كنا بنستعمله ايه؟ اول حاجه نستخدمه لما احول الجلوكوزيك اسيد دلوقتي هنشوف مش بحول الجلوكوزيك بس بحول حاجه اسمها يو دي بي جلوكوزيك اسيد اسمه ايه؟ يعني هشوف فيه موليكيول اوف يو دي بي اللي ده مين؟ ده الاكتف فور بتاعه خلاص؟ اليو دي بي ده هستعمله هنصنع منه جاز جاز على فكره في هستعمل تاني حاجة تانية ان انا كان ليفر عشان احنا قلنا هو موجود في الليفر مهم عشان يعمل لي كونجيجيشن مع كومباوند بتبقى فات سوليد يعني ووتر ان سوليد يعني مثلا عندي الليفر عندي الهرمونز عندي ادوية كتير لما باخدها لما بتلف في السيركيليشن بتروح للتيشوز تعمل الشغلانة بتاعتها وبعد كده بتلف تاني في السيستم السيركيليشن تعدي على الليفر تعدي على الكدني الكلام ده كله. هل انا لما باخد دواء الدكتور بياخده مرة واحدة خلاص ولا يقول لي خد ثلاث مرات كل اربع مرات كل الكلام ده ليه بيقول لي كده؟ لان هو بعد هياخد افكته في السيركيليشن ويروح للليفر وينزل فين؟ في اليورين ايا كان طريقه الخروج بس لازم يروح للليفر. معظم الحاجات دي تبقى ليفل سوليد ووتر ان سوليد عشان تنزل في اليورين او تروح اي في الانتستن حتى لو تتحول انتو ووتر سوليبل كومباوند يعني انا خدت هرمون اوري او مش اوري سوري يعني خدت او خدت اي طريقه خدت اي ادويه المفروض انها الموضوع اكشن بتاعها بيستمر 6 ساعات فمعنى كده ان البعث بتاعها هتكون رايح فين؟ الليفر فالليفر يتخلص منها الكومباوند ده انسولت الموضوع مش هينفع الليفر يعمل له اكسكريشن يبقى لازم نحوله حاجه سوليد فامسكه فين؟ في الجلوكوزيك اسيد لما امسكه في الجلوكوزيك اسيد هيتحول لايه؟ انس ووتر انسوليبل لووتر سوليد واقدر اتخلص منه الاستيرون هرمونز الكلام ده كله يعني الاستروجين البروجسترون الاستروجين كل اللي بيطلع ده الاكشن بتاعه مش مستمر الى الابد يشتغل شويه ويبدا يخش الليفر يمسك في الكلوراتيك اسيد ويبتدي ينزل فين تاني؟ بره الجسم عشان الجسم خلاص مش هيفضل يكون هرمونز جوه الجسم خلاص؟ فدي بنسميها كونجيجيشن رياكشنز عشان احول حاجه نون مش موتر سوليبل احولها لموتر سوليبل لما احول اي حاجه موتر سوليبل يبقى لازم امسكها في ايه؟ حاجه في موتور سوليد واحد منهم اللي هو الهيدروليك عشان كده احنا قلنا ده بيحصل فين؟ في الليفر عشان هو لازم كل حاجه هتعدي على الليفر وتعمل لها في حاجه اسمها في حاجه أو مش بس الحاجات الادويه في حاجه اسمها سيمبيوتكس اللي هي يعني انواع من الادويه فبنسميها تملاك توكسيفيكيشن يعني ايه تملاك توكسيفيكيشن؟ يعني بتحول لبرضه موتور سوليد يعني خدت دواء والدواء ده مش المفروض يتراكم جوه الجسم خلاص فبحولها لحاجه وتر خلاص يعني لو حاجه في الجسم بتتصنع زي ستيرويد هرمونز او الهيدروجين او كده الليفر هيتخلص منها بالطريقه دي ولو دواء اخدته دول بره الليفر برضه هيتخلص منها بالطريقه دي فدي الميات دي معناها الادويه اللي باخدها من بره خلاص مش الحاجات اللي بتتجاوب جوه الجسم. اخر حاجه في ده يعني ان هو سنتس اوف اسكوربيك اسيد اسكوربيك اسيد وفيتامين سي خلاص بس ده بيحصل ما بيحصلش في اليوم بيز بيحصل فين؟ في انواع يعني ولا بيحصل في اورجانيزمز اخرى، يعني ما اقدرش اقول ان اليونيك اسيد ده بيديني فيتامين سي في بني ادمين، ممكن يدي سبيشيز ثانيه، لكن جوه بني ادمين دي واحده ما بيحصلش، لكن هو بيحصل في ايه؟ اورجانيزمز اخرى مش الهيومن بيين، عشان كده فيتامين سي لازم يتاخد في الاكل، ما ينفعش ان انا اقول يتصنع جوه الجسم، خلاص؟ فبينس اللي هم زي اليومن بينز والجيني بيكس والقرود يعني هو النوع المامنز بس اللي هو متطور يعني القرود والبلاتين القرود والبلاتين والجيني بيكس بتحس انهم قريبين من بعض يعني حتى لما بيعملوا تجارب يعملوها على يعني قرود يا بلاتين بيعملوها على جيني بيكس اللي هم البيكس الخنازير اللي هم بتاع التجارب دي لان فيهم حاجات كتير قوي قريبه قوي من اليومن بينز كلهم جايين من قصيده المامنز حاجه واحده
يعني هيعمل ايه ده؟ انا عايزه اتاتش اليو تي بي دي اشفكها في الجلوكوز تمام؟ بس انا مش هشفكها، هشفكها على اليو تي بي، هشفكها على يو تي بي. فاكرين جلوتين اللي هي جلوتين داي فوسفيت مش دراي، يعني انا عايزه اشيل منها فوسفيت مش عايزه الثلاثه على بعض. فانا عندي دلوقتي جلوكوز 1 فوسفيت، جلوكوز كارب نمرة 1 فيها فوسفيت اوريدي مش كده؟ هدخل اليو تي بي، اليو تي بي سوري اللي هو جلوتين تراي فوسفيت اللي هي فوسفيت هطلع من الجلوتين تراي فوسفيت ده اثنين اللي هما ايه؟ بي بي اي دول اللي هما دول ضربين خلاص؟ فيبقى اليو تي بي تحول لايه؟ يو ان بي مش كده؟ جلوتين مونو فوسفيت اللي هو الفوسفيت ده عايز يشبك الفوسفيت اللي موجوده في الجلوكوز نمبر 1 مع السكر سنشر الجلوكوز نمبر 1 عندي اوريدي فوسفيت هدخل عليها يو ار بي فيتحول انتو يو تي بي يبقى كام؟ الجلوكوز بقى جلوكوز 1 فوسفيت هدخل يو تي بي اليو تي بي دي هاخد منها 2 فوسفيت مش هاخد مش هاخد يعني يو تي بي هركبها على طول لا هشيل منها 2 فوسفيت فبقى يو ام اليو ام بي ده هيشفط في الفوسفات اللي في الجزء ده طبعا هيتحول الى يو دي بي فالكومباوند كله يبقى اسمه يو دي بي جلوكوز ده لسه جلوكوز دلوقتي يو دي بي جلوكوز اليو دي بي جلوكوز ده عايز يحول لجلوكوزيك اسيد ايه الفرق يعني بين الجلوكوز والجلوكوزيك اسيد؟ السي اتش او اتش اللي تحت كانت سي او او اتش يعني الالكول جروب اللي كان تحت خالص دي جلوكوز نمره 6 هي سي اتش او اتش جلوكوز اخر كارب عندنا سي اتش 2 او اتش خلاص انا عايزاها احولها للكرونيك اسيد يبقى عايز اشيل الدول واحولها انت سي او او اتش هاخد الجلوكوز انت الكرونيك اسيد هحولها ازاي لازم اشيل الهيدروجين دي واحط بدلها ايه؟ او هجيب بقى الكلام ده منين؟ الانزيم اسمه يو دي بي جلوكوز دي هيدروجينيز هعمل ايه بقى؟ عشان ده عايز اشيل الاثنين هيدروجين دول هعمل ايه؟ هجيب اثنين نات اثنين نات ومعانا 1 مولكيول اوف ووتر خلاص هعمل ايه بقى؟ الاثنين نات دول هيشيلوا اثنين هيدروجين من الميه مش كده؟ هياخدوا اثنين هيدروجين ياخدوا اثنين هيدروجين مش دول خلاص ولو حاطط ايه الميه؟ اوكسجين بقى حاطط يبقى ايه؟ الانزيم ده هيعمل ايه؟ هيدخل اثنين نات ومعانا مولكيول اوف خلاص مولكيول الووتر ده مكون من اثنين هيدروجين واحد اكسجين الاثنين هيدروجين دول مع الاثنين هيدروجين دول هيتشالوا على اثنين نات اللي دخلت طلع لي اثنين نات اكشن خلاص فاضل لي اكسجين مولكيول هخش في المكان ده عشان تديني الايه فيتحول اسمه من يو دي بي جلوكوز انت يو دي بي جلوكوزاميك اسيد واستخدمه بقى في كل الحاجات اللي انا قلتها نعمل جاز نعمل توكسيفيكيشن نعمل كونجليشن اعمل اللي انا عايزاه طب ايه اللي هو بيكمل بقى؟ انا مش عايزاه يجي لي كده خلاص اللي يجي لي كده يجي لي كلوك الازمه خلاص استخدمت اللي انا عايزاه ومش محتاجاه هعمل فيه ايه بقى؟ لازم ايه؟ افكه بقى تاني هدخل ووتر يجي لي كلوك الازمه ده هدخل ميه ويجي لي تطلع بمنتهى السهوله مفيش مشكله خلاص يتحول لكم كلوك الازمه في الحتت الثانيه هيتحول لحاجه اسمها ال او يعني فيها كلها ال كيوريت ال الكيرونيت خلاص؟ الكيرونيت ده لو انا مش في بني ادمين او في حاجه ثانيه ممكن يتحول انتو فيتامين سي لو انا مش في اليومن بينجز ده بيحصل؟ لا ما يحصلش يبقى لو بني ادم عادي مش هيكمل هيبقى جلوكوزاميك اسيد يتحول لقلب كيرونيت يتحول لحاجه اسمها قلب سايلوز خدناه القلب سايلوز ده بينزل اسمه قلب سايلوز لاكتيز يتحول لحاجه اسمها زيتون خلاص؟ وبعدين زيتون ده يتحول تاني لزيلوز بس تي زي مش فاكرته خلي بالكم ده اسمه ايه؟ ال زيلوز ال فور يتحول ما ينفعش يتحول على طول لتي لازم يتحول حاجه في النص وبعد كده يتحول لزيلوز تاني فالال زيلوز ده بيتحول اسمه ال زيلوز ديداكتيز هيتحول لحاجه اسمها زي ليتون اول اول اسمه ايه؟ فتعرض له هيدروجين هيدروجين خلاص؟ الزيتون ده يرجع يتحول تاني لدي زيلوز عشان يخش ال اتش ال دي فاكوي زي ما اتفقنا اللي هو يا اما يتحول لجلوكوز يا اما يتحول لجلوكوز ال اتش ال دي فاكوي زيلوز فيها دي زيلوز مش ال زيلوز يبقى تاني الجلوكوز هيتحول لجلوكوز مصر
الميرون وكان في حاجه اسمها اكستنشن كالكو سوريا، مش بتاع دوز ده بنتوز كالكو سوريا، يعني بنتوز نازله في اليورين بنسميها اكستنشن كالكو سوريا. دي طبعا دي الموضوع ده ولا حاجه اكستنشن يعني ان هو يعني Gracias.